للحديث أكثر عن استمرار الانتهاكات تجاه مقدسات المسلمين في ظل تهاون غير مسوغ من المجتمع الدولي، معنا هاتفيا من أنطاكيا الباحث القانوني والحقوقي رضا سطيف. مرحبا بكم. إذا في ظل تكرر إحراق نسخ من القرآن الكريم وتساهل الغرب على الاعتداء عليه وعلى مقدسات المسلمين، يجدر السؤال عن تصنيف هذا الفعل، أهو حرية تعبير حسب ما تدعي بعض الدول أم أنه انتهاك يجب مساءلة من يرتكبه؟ مساء الخير، أسعد الله مساءكم جميعا. أهلا بكم. بداية، لا أحد ينكر أن هذه البلاد متقدمة متحضرة، لديها هامش حرية متسع، لكن في نفس الوقت هذا لا يعطي الحق بهذه الحرية أن يتعدوا على خصوصية الآخرين سواء بالمعتقد أو الدين أو المذهب. هذه الأديان ليست بالنهاية صنع البشر، ليس من أتى بها أتوا بها بشر أنبياء، لكن هي رسالات من الله. هذه الكتب هي كلام الله، لها قدسيتها، لها مكانتها، لها القدسية في قلوب المسلمين جميع. عندما لا يأخذوا اعتبار لملياري مسلم، فهذا الكلام كبير جدا بحق المسلمين. فالمستهدف هو المسلمين بالنهاية، والمستهدف هو الإسلام. لو كان كما ذكرتم، لو كان المعيار عكسي، لو كان على أحد الأديان أو حتى على أحد المؤسسات أو أحد الشعارات التي تخصهم كشعارات المثلية أو غيرها، علما إن أنها هي مخالفة للطبيعة، مخالفة للقوانين والشرائع والأديان جميع، ترى الأصوات تعلو، ترى القوانين، ترى الهتافات، ترى الإعلام، جميعه يتجه بهذا الاتجاه. أما عندما يكون الأمر يخص الإسلام، فنرى الجميع يصمت، يأخذ الأمر على أنه حرية تعبير، على أن هذا ليس حرية تعبير، هذا دين، هذا معتقد، هذا أمر يخص ملياري مسلم. إهانة هذا القرآن وهذا الكتاب يهين ملياري مسلم بكافة أصنافهم، من حكام، من شيوخ، من أطفال وغيرهم. أستاذ رضا، أيضا يعني هناك قرار أممي صدر عد هذا الاعتداء على الكتب المقدسة عموما، عد ذلك انتهاكا للقانون الدولي، ولكن كيف تنظر إلى هذا القرار الأممي؟ أهو يعني روتيني أم هو محاولة لترضية الدول الإسلامية الغاضبة من هذه الانتهاكات لا أكثر؟ نعم سيدي الكريم، حقيقة هو امتصاص للغضب، هو ترضية بكل معنى الكلمة، وهو ترضية ليست للدول أو لحكام الدول، وإنما ترضية للشعوب الإسلامية، لأنهم يعلمون جيدا بأن الثورة ثورة الشعوب، والغضب هو غضب الشعوب. لا يهمهم جدا رأي الدول أو قادات الدول المسلمة، إنما يهمهم آراء ومواقف الشعوب ومواقف المراكز الإسلامية التي قد تكون هناك مشاكل كبيرة، أو يكون هناك قطع بالعلاقات بين الشعوب، أو يكون هناك اعتداءات أو ردة فعل عنيفة اتجاه هذه الدول التي تسمح بهذه التصرفات. هل يكفي القرار الأممي هذا لإيقاف الانتهاكات في ظل افتقاده لنقل آليات تنفيذية له؟ لا سيدي الكريم، هذا القرار الأممي كما ذكرتم في تقريركم قولا واحدا ليس كافي. هذا القرار صدر قبله قرار وقبله أيضا قرار، هذه القرارات ليس لها أي صيغة تنفيذية، ليس لها صيغة القوة. عندما يقوم الشخص بتصرف فردي نقول هو تصرف فردي ونحن لا نقبل، لكن عندما تقوم الدولة بمنح التصريح وتقوم بحماية الشخص الذي يزدري الأديان أو يعتدي على القرآن أو على الإسلام، فهذا الأمر ممنهج، هذه السياسة ممنهجة من الدول وحتى من المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة. سياسة ممنهجة أيضا، هل لها علاقة بصعود اليمين المتطرف في أوروبا واستغلاله ورقة معاداة الإسلام لكسب الأصوات بالانتخابات؟ هل تعتقد أن ذلك له علاقة، وهل من الممكن للمجتمع الدولي أو مجلس الأمن أو حتى الأمم المتحدة أن توقف هذه الحركات اليمينية المتطرفة في أوروبا؟ سيدي، هي سياسة ممنهجة قولا واحدا، سياسة دولية ممنهجة. نعم. صعود اليمين المتطرف، اليمين دائما في غالبية الدول ليس لديه شعارات وليس لديه حملات إعلامية للوصول إلى السلطة سوى معاداة المسلمين والعرب في الدرجة الثانية، أو بالأحرى المسلمين العرب، نقولها بصراحة هذا الواقع. هذا الأمر لا يكون بقرارات أممية، هذا الأمر يكون من خلال الضغط على الدول بأن تأخذ قرارات داخلية صارمة
باحترام هذا الدين كما يحترم، كما تحترم السامية، كما يحترم الرموز السياسية والدينية لديهم. هذا الأمر يحتاج إلى وقفة حقيقية، ولكن للأسف نبحث دائما عن من يقف. نحن كشعوب إسلامية، كشعوب تغار على دينها، لديها ردة فعل كبيرة تجاه أي اعتداء على دينها أو معتقداتها أو شعاراتها الدينية. نحتاج إلى من ينظم أو يقف معنا بصورة حقيقية، بشخصيات كبيرة يكون لها الوزن الحقيقي، لنستطيع الضغط على هذه الدول لإصدار تشريعات تدين هذه الأفعال وتمنع هذه الأفعال بشكل قاطع. إذن شكرا جزيلا لك منطق البحث القانوني والحقوقي رضا الصيف.